للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من برسين عضو التجمع المحامين السوريين الاحرار الاستاذ حسام سرحان. اهلا بكم استاذ حسام الى هذه الجوله الاخباريه. هناك انباء عن اقتراح روسي لتبادل الاسرى بين النظام والمعارضه، كيف ترى مثل هذه المبادرات؟ مساء الخير اولا. مساء سيدي الكريم، حقيقه انه كل مبادره او اي مبادره تنطوي على تبادل اسرى او الافراج عن عدد من المعتقلين فنحن كحقوقيين سوريين ننظر اليها بايجابيه، لأنها تخفف شيء من العذاب عن هؤلاء الأسرى وتطويقهم من تحت سطوة النظام وتعسفه. لكن ما تحدثت عنه الجهة الروسية أو المبادرة الروسية، حقيقة أن هناك مبادرة لإطلاق 50 ب50 تتعلق بأسرى. نحن نراها أن هذه المبادرة تتعلق بأسرى ولا تتعلق بمعتقلين، وبالتالي فإن ملف المعتقلين شيء مختلف عن هذه المبادرة. نعم أستاذ حسام، يعني الدور الروسي، كيف ترى الدور الروسي تجاه أزمة المعتقلين بهذا التوقيت؟ يعني هناك تغافل كامل عن ملف المعتقلين بشكل كبير جدا، يتحدثون فقط عن 50 معتقل من الطرفين. نعم، حقيقة أن لا، يعني لا يوجد هناك أي اهتمام بموضوع إنهاء الملف المعتقلين من قبل الروس، لكن هم مع إنهاء هذا الملف لكن بطريقة تجنب النظام أي حرج أو الوقوع في أي حرج. فمثلا هي من ضغطت على النظام للبدء بإرسال قوائم بأسماء المعتقلين الذين تم تصفيتهم تحت التعذيب إلى دوائر النفوس. طبعا الهدف من هذا الإجراء هو الوصول إلى نهاية الملف، يعني كون العدد كبير ولا يستطيع النظام الإعلان عن هذا العدد الضخم الذي تجاوز النصف مليون معتقل. لكن عندما تسعى إلى تجزئته عبر إلزام النظام بإرسال قوائم كل فترة، هذا يعني يمكن من البحث في الملف عند بدء عملية الحل السياسي لما تبقى من معتقلين لدى النظام. يعني ورقة المعتقلين دائما ما كانت هي الورقة الأساسية في أي مفاوضات بين النظام والمعارضة أو الأطراف التي تدخلت في القضية السورية. يعني هل برأيك يعني يحاول الروس والنظام تسوية عملية المعتقلين بهذا الشكل، ويعني محاولة طمس ما جرى سابقا من أجل إخفاض ما تعني هذه الورقة وتسوية دور ملف المعتقلين إلى حد ما؟ نعم نعم سيدي، روسيا حقيقة روسيا ضالعة بتفكيك ملف المعتقلين كما ذكرت. فالروس هم من ضغطوا على النظام المجرم لإنهاء هذا الملف عن طريق تجزئته عبر كما ذكرت عبر إرسال قوائم المتوفين تحت التعذيب أو المحكومين بالإعدام إلى سجلات النفوس، تمهيدا للوصول إلى حل سياسي يمكن حينها إنهاء هذا الملف بإطلاق سراح من تبقى من المعتقلين، وبالتالي تجنيب النظام الوقوع في الحرج سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المجتمع السوري بالإعلان عن الأعداد الهائلة من المعتقلين والإعلان أيضا عن أسمائهم أو أعدادهم ومصيرهم الذي غالبه يكون الموت أو الحرق أو يعني حقيقة أنه ربما يكون يعني بعض المعتقلين قد تم اعتقالهم من قبل مجموعات مسلحة تابعة للنظام وليس وفق يعني هم بمعنى أنهم موجودين لدى سجون النظام. بالحديث بالانتقال إلى مباحثات السنة الأخيرة، غابت ورقة المعتقلين عن المفاوضات والأوراق التي كانت بيد المعارضة، لماذا غيبت هذه الورقة؟ وهل برأيك المعارضة غيرت من سياستها تجاه المباحثات وأن الأولويات فيما تطالب به المعارضة التي تجتمع مع النظام غيرت من أولوياتها؟ حقيقة يعني لماذا لم يكن ملف المعتقلين حاضرا على طاولة الستانة الأخيرة؟ يعني نحن نعتقد وبكل أسف فإن الستانة هي عملية لتضييع الوقت بانتظار استحقاقات الحل الذي يجب الوصول إليه عبر مسار جنيف وليس عبر مسار الستانة الذي سعى الروس ومن ورائهم إيران النظام لنقل الحل عبر مسار الستانة الذي لم يجلب الخير للسوريين بدلا من مسار جنيف. نعم الأستاذ حسام سرحان عضو تجمع المحامين السوريين الأحرار كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.